نحيي جميع المشاهدين، نحيي كل من يتابعنا مشاهدينا الكرام صوتا وصورة عبر قناة دبي ريسينج، لننطلق مع الكبار وأشواطها الستة عشر التي تحمل حول وزمول أبناء القبائل أبناء الإمارات وضيوفهم الكرام الذين جاءوا للمنافسة والاستعداد والإعداد لختاميات هذا الموسم التي تحمل الكثير من المفاجآت. مشاهدينا الكرام، شوطنا الأول ينطلق قبل قليل حاملا ظلال أصايل محليات للقبائل وأبنائها. مشاهدينا الكرام، 8 كيلومترات مسافة هذا الشوط ومسافة أشواطنا الستة عشر الخاصة بالحول والزمول. جوائزنا نقدية قيمة للمراكز العشرة الأولى، وبسم الله وعلى بركة الله نبدأ بالتعليق على الأسماء والمراكز المتقدمة. ضيفنا الكريم يحتل المركز الأول من خلال وجود محبة للسيد حمد بن عبد الله بن ناصر بن عبد الله المسند القادم من دولة قطر شقيقة. المركز الثاني الاحتلال لجل نار للسيد سالم بن راشد بن غدير الاشتبي. وفي المركز الثالث ثالث المراكز مقصودة للسيد علي بن حمد بن علي بن حمد العطية، ضيف آخر قادم مرحبا فيه من الدوحة من دولة قطر شقيقة. بينما المركز الرابع هملولة للسيد علي بن سلطان بن رشيد الاجتبي. والمركز الخامس أرى شعار لون أبيض مشاهدينا تحمله بن حافة لناصر حمد بن حمد بن سهيل بن عويضة الخيالي. ومن هناك شعار بن دري قادما بقوة. في المركز السادس ظبية للسيد سعيد بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي. تليها مشاهدينا الكرام في المركز السابع الشاهنية للسيد أحمد بن محمد بن عبد الله المزروعي. وفي المركز الثامن سلهودة للسيد مطر بن سعيد بن عبيد الحميري. المركز التاسع تاسع المراكز تحتل مشاهدينا الكرام بالظبيان، تعود ملكيتها للسيد سلطان بن محمد الملعاي الاجتبي. المركز العاشر اللي كانت قبل لحظات في المركز العاشر غيرت الآن، اختفت المركز التاسع اللي هي أرجوان للسيد أحمد بن مبارك بن محمد بن دهروي العام. يا سلام، هذا النداء الأول وهذه الأسماء الأولى التي انطلقت مع أول أشواطنا الستة عشر، أول أشواط أولى جولات هذا الصباح، أول انطلاقات ظلال الأصايل المحليات للقبائل وأبنائها. يا سلام على أرضية ميدان المرموم تحفة الميادين، حيث يحتفل الجميع في هذه اللحظات بلقاء الكبار، فما أحلى الرقصة مع الكبار. انطلق شوطنا بقوة بحرارة بسرعة لنعود مرة أخرى إلى مقدمة شوط وإلى الشاهنية اللي تتربع على عرش هذا الشوط. الشاهنية يا سلام للسيد أحمد بن محمد بن عبد الله المزروعي اللي واضحة أمامكم على الكادر الفوقاني. فالكاميرا الأولى والكادر الفوقاني مشاهدينا الكرام للتذكير فقط يحتضن المقدمة وضيوفها. بينما جل نار في المركز الثاني للسيد سالم بن راشد بن حمد بن غدير الاشتبي. المركز الثالث هملولة في المركز الثالث لدكتور الأصايل علي بن سلطان بن رشيد الاجتبي. المركز الرابع سلهود للسيد مطر بن سعيد بن عميد الحميري. المركز الخامس أرجوان للسيد أحمد بن مبارك بن محمد بن دحروي العامري. والمركز السادس منحاف للسيد ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضة الخيالي. المركز السابع المسند قادم، الله، شعار من أقوى الشعارات في دولة قطر الشقيقة من أعنفها منافسة مشاركة. المسند يتحرك
مع محبة للسيد عبد الله حمد بن عبد الله بن ناصر بن عبد الله المسند من الدوحة من الشحانية، والكل يعرف هذه الأسماء. المركز الثامن، المركز السابع شعار بن دري، شعار بن دري في المركز السابع اللي هي ظبية للسيد سعيد بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي، الآن تحتل المركز الثامن. المركز التاسع العطية قادم، علي بن حمد بن علي بن حمد العطية على ظهر مقصودة، وما هو قصدها يا العطية؟ ماذا تقصد مقصودة بهذه المشاركة؟ المركز العاشر، المركز العاشر الملعاي سلطان بن محمد ملعاي الاجتبي بن ظبيان اسمها الكريم. هذه نتيجتنا مشاهدينا الكرام، الثانية نداءنا الثاني انطلاقنا والسيطرة والتصدر شاهيني مع الشاهينية. يا سلام يا سلام، يوم تبغى السبق متواصل نوخ الشاهين وعيانه. شوفوا الشاهينية، شوفوا 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 مقدمة شوط، وهذه وهذا احمد بن محمد بن عبد الله المزروعي قد يكون قادما من المنطقة الغربية. والله لكن هناك 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 أرجوان أرجوان اسم موسيقي. يا سلام يا بن حضيرم، شوف أرجوان اللي في المركز الثاني من الجانب الآخر للسيد أحمد بن مبارك بن محمد بن دحروي العامري جلنار في المركز الثالث، غيرت خذت المركز الثاني الآن على الكادر الفوقاني يحتضن المقدمة. يا سلام اللي مالك سالم بن راشد بن حمد بن غدير المركز الرابع. وصل ضيفنا، وصل ضيفنا، وصل ممثل هل الخور في دولة قطر شقيقة، يأتي مع محبة حمد بن عبد الله بن ناصر بن عبد الله المسرد. الله ركزوا يا جماعة اللي بمقاره تضمير. خطيرة الأمور، خطيرة الأمور. علي بن حمد بن مقارح من الشباب العمالقة في التضمير، ركزوا عليه يا جماعة هذا الشعار. بينما دخول بن دري بقوة في المركز الخامس من قبل من قبل من قبل من قبل مضبية لسعيد بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي. الشب القادم بقوة للمنافسة للمعارك على الشوط وعلى بتاريخه المشرف الجميل، وأساطير الشعارات تتواجد اليوم مشاهدينا نسبة كبيرة منها في هذا الصباح في هذا الشوط. بينما المركز السادس الهودة مطر بن سعيد العبيد الحميري المتربص للجميع هاملولة لعدي دكتور الأصايل متخصص في دكترة الأصايل محلياتها ومهجناتها علي بن سلطان بن رشيد الاجتبي اللي دخلت بقوة مشاهدين الأعزاء. هناك للسيد عويضة بن سهيل من الجانب الآخر مشاهدين الكرام من حاف ناصر ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضة لخيال. يا الله 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 الله، هذه النتيجة. التمن يا جماعة، التمن معاي ثمانية من الذل المتقدمات، 3 كيلومترات باجي أمامنا، قطعنا 5. الشاهنية الطالع الأرض يا جماعة، تحلل أرضية المرموم، تتابع ماذا يجري، ما هي الأخفاف التي وطأت الأرضية. يا شاهنية يا سلام يا سلام، هناك ترصد هناك ترقب من الجميع مع سيطرة شاهنية تقدمها الشاهنية للسيد أحمد بن محمد بن عبد الله المزروعي المتصدر لقائمة هذا الشوط وانطلاقه. بدأنا نناطح الشمس، بدأنا نناطح الشرق يا جماعة. الخط هناك، المنصة، الاتجاه السليم في طريقنا إلى الكيلومترين الأخيرين لنعرف بعد ذلك التنازل في الأمتار، حيث كل لحظة من اللحظات كل أقل من دقيقة يسقط 200 متر، وهذا إلى خط النهاية. يا سلام، الشاهنية الشاهنية تطلب وتعلن التحدي وتطالب الجميع بالملاحقة للسيد أحمد بن محمد بن عبد الله المزروعي. لكن ظبية ظبية من الجانب الآخر، منافس عنيد، منافس شرس. ظبية سعيد بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي، وهناك أيضا مجموعة من 3 من الذلل يتنافسن، تقود هنس الهودة حيث تحتل المركز الثالث للسيد مطر بن سعيد العبيد الحميري. المركز الرابع الخطورة، شعار لم تغب الشمس عنه يا جماعة، من حاف ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضة لخيار
الليالي، ركزوا صولاته وجولاته لا تنسى. وهناك أيضا بن دحروي مع لوحة الكيلومترين الأخيرين اللي يحتل الآن أرجوان. يا سلام أحمد بن مبارك بن محمد دحروي العامري. نعود لمتابعة النداء من خلال ضيفتنا اللي تحتل المركز السادس. محبة محبة، الكثير يحب هذا الشعار، وخاصة في قطر، خاصة جماهير سوقت أبو سعيد منطقتهم الخور وممثله الثابت الصامد الدائم قادم مع محبة حمد عبد الله بن ناصر عبد الله. المسند لكن الشاهنية تعلن الانطلاق مشاهدينا الأعزاء، والمسند ينطلق يلاحق، والآن الآن الآن الشاهنية يا سلام متصدرة يا جماعة، مسيطرة على الموقف، متسيد الأمور. زمام هذا الشوط مع الشاهنية، الشاهنية أحمد بن محمد بن عبد الله المزروعي، وهجوم ثلاثي ما بين الشاهنية وهذا الهجوم. تقع ظبية لسعيد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي في المركز الثاني. وصل المسند قادم بقوة المسند. محبة، هناك حب يربطها بالمقدمة، حب وشغف كبير. محبة للسيد أحمد بن محمد، محبة مشاهدينا الكرام للسيد حمد بن عبد الله بن ناصر بن عبد الله المسند. لكن بن شاهين يا جماعة خلاص طاري عليها شيء مع الألف ومئتين الأخيرة، طاري عليها شيء الكيلومتر الأخير. دخلنا الحزام، دخلنا المدرج، دخلنا الدنيا، دخلنا الله بن شاهين. لكن بن دحروي قادم، ركزوا يا جماعة، أرجوان باسمها الجميل، أرجوان قادمة. الله الله الله، أرجوان للسيد أحمد بن مبارك بن محمد بن دحروي العامري. يا سلام، ولكن راعي الشاهنية مسيطر على الموقف. الشاهنية أحمد بن محمد بن عبد الله المزروعي، يبدو أنها الغربية يبون هذا الناموس، يحافظون عليه، يتمسكون في هذا الموقف وهذا المركز. أرجوان تهجم، تضغط، ترفع راية التهديد. الشاهنية صامدة في المقدمة. 400 متر شوط الذل المحليات، معركة محلية أصيلة عربية على المقدمة. الشاهنية أرجوان الشاهنية السيد أحمد بن عبد الله المزروعي، أرجوان أحمد بن مبارك محمد بن دحروي العامري، الشاهنية أرجوان. يا سلام، 200 متر صمود شاهيني وضغط أرجواني، صمود شاهيني. الله الله، المعركة طاحنة حتى الآن المعركة. يا سلام الشاهنية تهانينا، والناموس على الصمود الشاهيني اللي قدمت الشاهنية حتى خط النهاية. تهانينا السيد أحمد بن محمد بن عبد الله المزروعي. المركز الثاني أرجوان أحمد بن مبارك محمد بن دحروي العامري. المركز الثالث سلهودة للسيد بطل بن سعيد بن عبيد الحميري. المركز الرابع من حاف للسيد ناصر بن حمد بن سهيل بن عويض الأخيالي. المركز الخامس محبة الحمد بن عبد الله بن ناصر بن عبد الله المسند. يا سلام، هذه النتيجة مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء لأقوى الأشواط وأولها لحظات إعادة وصول شاهنية. 13 دقيقة 8 ثواني وبدون أي أجزاء من الثانية. تهانينا على فوز شاهنية للسيد أحمد بن محمد عبد الله المزروعي بهذا الفوز الجميل. أسلم وينانا يا جماعة؟ غربية. سلام يا الغربية، سلام المنطقة الغربية، أحد مناطق وطننا الحبيب. تأتي مشاهدين الكرام في المركز الثاني اللي توقيته 13 دقيقة وتسع ثواني وثلاث أجزاء من الثانية. أرجوان للسيد أحمد بن مبارك بن محمد بن دحروي العامري، تهانينا. والناموس أيضا صمدت، كافحت، ثابرت، لكن أصبح من نصيبها الفوز بالمركز الثاني. المركز الثالث تأتي سلهودة مشاهدين الأعزاء للسيد مطر بن سعيد بن عبيد الحميري بتوقيتها الزمني جزئين من الثانية، 12 ثانية 13 دقيقة للثمانية كيلومترات. هذا الشوط الأول وانتهى.